أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في البداية كده بس قبل ما ابتدي الحلقة، عايز أشكر إدارة قناة النهار على المجهود الكبير اللي اتعمل علشان أقف قدام حضراتكم النهاردة. المجهود الكبير والشغل اللي اشتغلوه في خلال أيام العيد كلها علشان النهاردة أكون واقف قدام حضراتكم. أنا شريف عفيفي ودي لقمة هنية. كمان أحب جدا أشكر الإعلامي والمذيع المحترم شريف مدكور اللي في خلال الأربع سنين اللي فاتوا كان فعلا واقف في ظهري وكان سبورتيف وكان دايما بيحاول إن هو يدعمني وبيحاول ان هو يعني يبقى في ظهري بحيث ان انا اكون في المكان المناسب وفي زي ما انا واقف قدام حضراتكم دلوقتي كده. طيب النهارده كمان عايز اقول لحضراتكم على الفورمات بتاع البرنامج. البرنامج هيكون فيه ايه؟ عايز اقول لحضراتكم هيمشي البرنامج ازاي بالظبط. قبل ما اعمل كده بس عايز اشكر الشيف علاء الشربيني على مسيره العطاء لمده 8 سنين، الثمان سنين اللي فاتوا، وعلى المجهود اللي كان بيقوم بيه في برنامج لقمة هنية. انا ان شاء الله هكمل المسيره، اتمنى من قلبي ان انا اكون قريب وخفيف على قلوب حضراتكم، اتمنى اني اكون بقدم محتوى بيلمس قلوب حضراتكم، بيلمس احتياجات حضراتكم وبيلمس احتياجاتنا اليوميه. طيب انا في كل يوم سبت هكون بعمل زي النهارده كده، هكون بعمل اكل يعني موجه للسيدات العاملات مثلا او الناس اللي قاعدين لوحدهم. الاكل ده هيكون بيتعمل في طاسه واحده او يكون بيتعمل في حله واحده. ليه هنعمل كده؟ علشان الاكل ده سريع، مش محتاج وقت كبير، مش محتاج حلل وطاسات ومش محتاج فرن ومش محتاج الحاجات دي كلها. يوم الاحد هكون بعمل لحضراتكم اكل مصري بس مبتكر شويه، اكل مصري بس في تويست، في تاتش معين، في نكهه مختلفه عن الاكل اللي احنا متعودين عليه. يوم الاثنين هكون بعمل لحضراتكم اكل الشارع، الاكل اللي احنا بناكله في الشارع هنحاول ان احنا نعمله في البيت بطعم مختلف، هنحاول ان احنا نعمله في البيت بشكل مختلف يكون افضل ويكون امن واصح لينا والاولاد. يوم الثلاث هنكون بنعمل اكلات قليله التكلفه، والاكلات قليله التكلفه دي مش معنى ان هي قليله التكلفه ان هي مش هيبقى فيها لحمه او فراخ او سمك، لا، ممكن يبقى فيها لحمه فراخ وسمك بس قطع من اللحمه والفراخ والسمك مش غاليه. طرق هنبتكرها مع بعض وطرق هنشوفها بان احنا نوفر تكلفه الاكل اللي احنا بنطلعه في النهايه ويطلع برضو طعم حلو. احنا مش هنتنازل ابدا عن الطعم الحلو في اي وصفه من الوصفات اللي احنا هنعملها. طيب يوم الاربعاء هنكون بنعمل اكل دولي، اكل عالمي، بس برضو الاكل ده هيكون بنكهات وتوابل مصريه. هنحاول قدر المستطاع ان احنا ما نستخدمش مكونات مستورده، هنحاول قدر المستطاع ان احنا نستخدم التوابل بتاعتنا الشرقيه، هنحاول قدر المستطاع ان احنا نستخدم المكونات والمزروعات والفواكه اللي بتتزرع هنا علشان ما يكونش تكلفه الاكل غاليه، وفي نفس الوقت يكون طعم قريب مننا وقريب من قلوبنا وقريب من الطعم اللي احنا بنحبه. يوم الخميس بقى هشوف انا عملت ايه في الاسبوع كله، وهنبتدي نعمل سفره مكونه من بواقي الاسبوع كله، فاحنا كده هنبقى وفرنا التكلفه بشكل كبير جدا. طيب يوم الجمعه ده يوم بقى حلو جدا وهيعجب حضراتكم جدا، هنعمل فيه ثلاث افكار، اربع افكار مختلفين. كل يوم في الشهر من الجمعه، يعني احنا عندنا اربع جمعه في الشهر، في جمعه هيبقى فيه اكل صحي، في جمعه هيبقى فيه اكل اطفال، في جمعه هيبقى فيها اكل لمرضى القلب والسكر، او هنختار اكتر الامراض المنتشره عندنا وعند اهالينا ونقدر ان احنا نعمل وجبات ونعمل اكلات ووصفات تكون مناسبه للدايت والرجيم بتاعهم علشان نساعدهم يكون صحتهم افضل. طيب في بقى اخر حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها تتعمل يوم الجمعه كمان، ان احنا هنعمل مشروع. المشروع ده هنعمل له عربيه هنا في الشارع، هنبقى بنقدم مشروع متكامل عباره عن وصفات وعباره عن تكاليف، ونقول لحضراتكم ازاي لو عايزين تعملوا مشروع اكل صغير سواء كان عربيه اكل او محل صغير، ازاي ان حضراتكم تقدروا تنفذوا المشروع ده بالتكاليف بتاعته، بالبيزنس كيس بتاعته، بالريسيبيز، وازاي نطبقها وكل التفاصيل الصغيره هقول لحضراتكم عليها. مش محتاجين غير ان انتوا بس تاخدوا المشروع ده تنفذوه على طول. طيب خليني اقول لحضراتكم قبل ما اخد فاصل انا هعمل ايه النهارده. النهارده هعمل لحضراتكم برضو كل الطبخ النهارده هيكون في طاسه واحده او حله واحده او صينيه واحده. النهارده هعمل لحضراتكم اول حاجه لسان عصفور بالسي فود، سي فود مشكل فيه جمبري، فيه سمك متقطع فيليه، فيه كابوريا، هيتعمل مع لسان العصفور، اكله كده حلوه جدا شهيه جدا هتعجب حضراتكم. هعمل برضو في نفس الوقت مسقعه، بس طالما انا عامل سي فود في الاول فانا عايز المسقعه دي يبقى ليها نكهه السي فود، ومش عايزها برضو تبقى مكلفه قوي، فهستخدم فيها الكاليماري، يعني هعمل مسقعه بالكاليماري.
هعمل ايه كمان؟ هعمل لحضراتكم شوربة الجمبري. هنعملها شوربة جمبري بالبطاطس بالكريمة، طعمها انا متأكد ان هو هيعجب حضراتكم جدا. انا دلوقتي هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع لحضراتكم علشان نشوف الوصفات ونكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بحب السي فود جدا، وبزعل من الناس اللي بتسوي الفود بتسوي السي فود السمك او الفراخ السمك او الجمبري او الكاليماري زياده عن اللزوم، لان السي فود طبيعته ان هو الالياف بتاعته طريه جدا فبيستوي بسرعه جدا، لما بنزود التسويه بتاعته يا اما بيتهري يا اما بيبقى ناشف زي الجمبري مستوي زياده. فالنهارده في الوصفات اللي انا هعملها لحضراتكم هنشوف ازاي ان احنا نعمل سي فود، نعمل طبق ماكولات بحريه من غير ما يكون السي فود اللي جواه او الماكولات البحريه اللي جواه مستويه زياده عن اللزوم. تعالوا افكركم هعمل ايه مره ثانيه، وبعدين اقول لكم وصفه لسان عصفور بالسي فود، وبعدين نخش على الطبخ على طول. النهارده هعمل ثلاث حاجات، هعمل لحضراتكم لسان عصفور بالسي فود، هعمل لحضراتكم مسقعة بالكاليماري، هعمل كمان شوربة جمبري بالبطاطس والكريمة. أنا متأكد إن هي هتعجب حضراتكم جدا. قبل بس ما نبتدي في الوصفة، تابعونا من خلال صفحتنا على فيسبوك لقمة هنية، وتابعونا كمان واتصلوا بينا من خلال الأرقام الهاتفية اللي هتنزل قدام حضراتكم على الشاشة. طيب، خلينا نقول دلوقتي وصفة لسان العصفور بالسي فود. ثلاث كوبايات لسان عصفور، ربع كوباية زيت، نص كيلو سي فود مشكل، وهقول لحضراتكم ايه سي فود المشكل ده وبيتجاب ازاي وسعره كام وكل حاجه، فصين توم مفرومين، كوبايه بسله، نص كوبايه جزر متقطع مكعبات، معلقتين عصير ليمون، ورق بقدونس، شرايح ليمون، ربع كوبايه كرفس مفروم. يلا نشوف هنعمل ايه، ويلا نشوف قصه السي فود وازاي السي فود هنسويه بشكل يخليه مش مستوي زياده عن اللزوم. اول حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها، الطاسه معانا تليفون، مين معانا يا ربع؟ سوري. ايوه شريف عفيفي، يا اهلا وسهلا. مبروك يا شريف، الله انت عارفني ولا ايه؟ اتشرف باسم حضرتك. مع حضرتك المذيع المشهور شريف مدكور. شريف مدكور، ازيك؟ عامل ايه؟ مبروك يا شريف. الله يبارك فيك، ايه اخبارك؟ يعني بص بقى، انا النهارده سعيد جدا وحزين جدا ومشاعري كلها متلخبطه. سعيد بيك ان انت واقف وعندك برنامج بتاعك وهتعمل شغل حلو جدا، انا عارف ده وواثق في ده. وحزين طبعا ان انت ما بقتش معايا في شارع شريف، ومتاثر جدا ان انا النهارده حقي البلاتو مش هتبقى معايا. وخليني اشكر قناه النهار واخص بالشكر الراجل المحترم استاذ علاء الكحكي، ان هو بيدي فرص للناس وبيكبر الناس، ولو حد جايله نص نجم بيخليه نجم كبير، ولو حد مش نجم اصلا بيكبره بيخليه نجم كبير. فانا بشكره شكر خاص جدا على اللي هو بيعمله معانا كلنا، علشان دايما قناه النهار تبقى في احسن شكل واحسن صوره ونرضي مشاهدينا في كل مكان. انا مش هطول قوي، بس خليني كده بسرعه اقول للناس، شيف شريف عفيفي ظهر معايا لاول مره من 4 سنين، وساعتها انا كنت بدور على شيف بمواصفات معينه، شيف يبقى مودرن، شيف يبقى عارف المطابخ العالميه فيها ايه، بيغرف الطباق بطريقه معينه. وكان حظي ان شريف عفيفي من ضمن كان ليا صديقه مشتركه بيني وبينه قالت لي في شيف شاطر جدا وحصل على المركز الاول في مسابقه طهي في كوريا، قلت لها اشوفه. اول لما جه واشتغل معايا قلت من اول حلقه قلت الراجل ده، حتى قلت لكرو البرنامج قلت لهم الراجل ده في يوم من الايام هيبقى عنده البرنامج الخاص بيه. ده حصل من 4 سنين، والنهارده انا قاعد اتفرج عليه وحاسس ان انا كان عندي يعني وجهه نظر وكنت صح لما قلت كده، والنهارده هو طالع وعنده البرنامج الخاص بيه. وانا حكايتي مع الشيفات في مصر معروفه من ايام من كل بلد اكله، من سنه 2004 تقريبا، لما كنت عايز اغير وجهه نظر الشعب المصري في برامج الطهي وفي شكل الطباخ، ان هو الطباخ ده فنان، قسطه فنان زي ما بيقولوا. وطلعت شيفات كتير بقوا نجوم وبقى عندهم برامج في كل حته دلوقتي ما شاء الله عليهم. ومن 4 سنين قررت قلت لا، انا عايز اطلع شكل الشيف او شكل الطباخ
بطريقه بقى مختلفه عن الشكل التقليدي اللي كنا عارفينه. فكان هو شريف عفيفي البدايه. وبعد ما شريف عفيفي ظهر معايا من 4 سنين في شبهه ابتدوا يظهروا، اغلبيتهم يعني ما كانش عندهم الحظ انهم يبقوا ليهم برامج زي ما شريف كده بقى ليه برنامج، بس كانوا بيظهروا في برامج. وانا واثق ومتاكد ان شريف عفيفي هيعمل شكل جديد وطفره في شكل برامج الطبيخ او الطهي عندنا في مصر. احنا دلوقتي عندنا بقى في برامج كتيره جدا وفي قنوات كتيره جدا فيها برامج طبيخ واكل، بس مش كل حد بينجح، لانها بتبقى عايزه حد يبقى عنده كاريزما معينه وحد يبقى دارس وحد يبقى فاهم هو بيعمل ايه. وده متوفر جدا في شريف عفيفي اللي على طول بيذاكر وعلى طول بيطور في نفسه. معلش يا شريف انا اسف ان انا عمال اطول في المكالمه. لا يا شريف يعني بجد انا متشكر جدا لكلامك بس ده. بس القناه قناتي فاتكلم براحتي. طبعا اتكلم براحتك في اي وقت. متشكر جدا لكلامك ده ومتشكر جدا لدعمك. خليني اشكر الاثنين معاك من اول حلقه، فيري اقوى وسائل لازاله الدهون في مصر، وكنور انهم معاك وان شاء الله دايما يبقوا معاك ان شاء الله. وبشكر كل الكرو اللي معاك، لان انا عارف ان انتوا بقى متابعك وبكلم روبا كل ساعتين اطمن. انا عارف ان انتوا بقالكوا 3 ايام شغالين ما بتناموش، وانا عارف ان انت كنت بتسجل حلقه قبل الهوا، فان شاء الله البرنامج يبقى حلو. وبشكر روبا كمان، هي بتتعب معاك ومعايا، فانا وجود لك يا شريف وانا قاعد اتفرج عليك. معلش بقى عملنا لك دوشه في التليفون وانت بتتكلم. وخلي بالك يا شريف ان الفراخ مش من ضمن السي فود، ركز يا شريف في الكلام. بقول لك يا شريف. نعم. كل ما اجي اتكلم عنك بطلع. أيوة. زي ما حصل. لا يا حبيبي. ايوه عارف. يمكن عشان انا بحبك جدا فعلا. انت شخص يا شريف على الصعيد الشخصي، انا بحبك شخصيا بعيدا عن الشغل، وفي الشغل انت شخص محترف جدا، محترم. أشكرك. جدا سبورتيف جدا، وطني جدا. اشكرك. عندك اصاله وعندك عراقه انا ما شفتهاش كتير جدا، فانا بحبك جدا. وانا الكونتنت عندك في فكره المشروع اللي انت هتعملها، قلت مره في الاسبوع ولا مره في الشهر؟ اللي ايه؟ المشروع اللي انت هتعمله عربية الاكل ده مره في الاسبوع ولا مره في الشهر؟ لا ده هنعمله مره كل شهر، يعني يوم الجمعه هيبقى يوم متغير. في يوم هيكون فيه اكل صحي، اليوم اللي بعديه هيكون فيه اكل الاطفال، اليوم اللي بعديه هيكون فيه اكل المرضى السكر او القلب او الامراض المنتشره اللي احنا هنحاول ان احنا نوفر لهم حلول. الرابع على طول هيكون المشروع. فيري نايس. حلو قوي فكره المشروع دي، عاجبني. في الغالب هسرقها منك. لا ما تسرقهاش مني، ممكن اجي اعملها عندك على فكره. يلا انا مش هطول عليك، والف مبروك. الله يبارك فيك. وبقول لكل الناس اللي بيتابعوك دلوقتي يتفرجوا عليك كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار ولقمه هنيه مع شريف عفيفي، والف الف مبروك يا شريف. ثانك يو. الله يبارك فيك. شكرا يا شريف بجد. جود لك. باي باي. باي باي، مع السلامه. طيب وشريف كان بيتصل، انا عملت ايه؟ انا حطيت السي فود على النار، سخنت الزيت كويس جدا، حطيت السي فود، بعد كده طلعت من على النار زي ما حضراتكم كنتوا شايفين وحطيته في اناء خارجي. انا مش عايز السي فود يستوي زياده عن اللزوم، ما بياخدش وقت خالص، فانا حطيته في الزيت على النار وبعد كده طلعته على طول، حطيته في اناء خارجي. في نفس الوقت رحت مرجع لسان العصفور في نفس الحله اللي كنت بسوي فيها السي فود، حتى في قطع من السي فود لازقه، هو ده الطعم الحلو. مش عايزين ننظف الحله، مش عايزين نجيب حله تانية، احنا هنستخدم نفس الحله علشان نحافظ على نفس الطعم. طيب انا دلوقتي بقلب، عندي بقى بقيه المكونات، عندي توم وعندي كرفس وعندي جزر وعندي ليمون وعندي بسله. طيب انا اول حاجه هحطها هو الكرفس. يبقى انا كده حطيت الكرفس، هقلب. الكرفس بقى هيدي طعم وريحة حلوة جدا، الكرفس العطر فيه أو الريحة فيه قوية جدا، فبيطلع ريحة كتير، بيطلع ريحة قوية بتخلي طعم السمك نفسه حلو جدا. طيب معانا الأستاذة كريمة من اسكندرية. يا أستاذة كريمة ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ طبعا أولا عايزة أهنيك وأقول لك ألف مليون مبروك، نورت طبعا قناة النهار ودايما كنت متابعاك مع استاذ شريف، طبعا لسه يعني سامعه مكالمته الجميله.
تسلمي. ومبسوطه جدا ان انا تاني مكالمه وراه، عشان بجد انا مبسوطه جدا جدا. اولا ان ترتيبك في الحاجه باين قوي، يعني طريقتك في الشرح كمان ممتازه، والفقرات اللي انت بتقولها دلوقتي في عده نقاط طبعا عجباني جدا جدا، وانا طبعا من اشد المعجبين بالحاجات اللي بتبقى فيها حاجات صحيه، لاني اولا انا عندي طفل مريض سكر، وطبعا احنا كامهات فبنعاني. طفل يا استاذه كريمه؟ الموضوع ده نعم، طفل مريض سكر. مريض سكر، ومش جايله كمان هو عنده كام سنه؟ 7 سنين ونص. سبع سنين. ألف سلام عليك. أكتر من هو وراثي يعني. فطبعا أنت هتحل لنا أزمة كبيرة قوي. أنا أوعد حضرتك يعني كبيرة. أوعد حضرتك على الهوا إن أنا طبعا في أيام الجمعة اللي فيها أكل خاص بمرض السكر أو مرض الضغط أو مرض القلب، هوفر لحضرتك وصفات سهلة ينفع تتعمل في البيت بمكونات موجودة في السوبر ماركت، مش غالية أو مكونات مش متوفرة، في نفس الوقت هتبقى بتدي طعم حلو جدا هيحبه جدا. وألف سلامة عليك. هو اسمه الله يخليك، اسمه يوسف. يوسف، ألف سلامة يا يوسف. وعلى فكرة هو كمان غاوي جدا الطبخ وبيحب الأكل جدا، لأن أنت طبعا عارف بما إني الأمراض ربنا يا رب يشفي كل مريض على وجه الأرض، اللهم يا رب. آمين. يا رب. وطبعا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا وحسناتك، وبهني طبعا القناه والبرنامج المحترم، وطبعا حبيبه قلبي اللي ردت عليا نهى الجميله، وانا هبقى طبعا من متابعينك، واتمنى طبعا اني انا يعني ابقى معاكوا دايما، وكل حبايبك يتابعوك، لاني بجد انا واثقه ان البرنامج هيبقى جميل وناجح بيه. يا استاذه كريمه انا متشكر جدا لتليفون حضرتك، واتمنى تتابعينا، وفي يوم عايزين يوسف يجي يطبخ معانا، في يوم هنكون هنعمل فيه اكل خاص بمرض السكر. وعايز اطمنك لحاجه، مرض السكر هو مرض مزمن، ممكن ان احنا نتعامل معه، يعني ممكن ان احنا يكون في دايت معين لمريض السكر متابع عليه، لان هو مرض مزمن، يقدر ان هو يحافظ على صحته ويحافظ على مستوى السكر في الدم. فان شاء الله ما تقلقيش، وفي مره ان شاء الله يوسف يجي يطبخ معانا هنا باذن الله. هو ده ولا هبه؟ هبه. طيب استاذه هبه ازيك؟ ازيك يا سيف؟ ايه اخبار حضرتك؟ انا حبيت ابارك لك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. انا على فكره مش من هواه البرامج الطبخ ابدا، بس كنت لا انا ما سمعتش حضرتك، ممكن تقولي مره كمان؟ بقولك انا مش من هواه برامج الطبخ، بس كنت شفتك قبل كده وحابه طريقتك الجميله في الاكل بطريقه صحيه، وفكره الاكل الصحي دي حلوه جدا طبعا. تسلمي، ربنا يخليكي. ان شاء الله من الاحسن للاحسن وفي تقدم باستمرار يعني. اتمنى كل التوفيق يا رب. الف شكر لذوق حضرتك، نورتينا. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي حطيت اول حاجه السي فود على الزيت، السي فود اتحمر، طلعته من على النار عشان ما يبقاش مستوي زياده. بعد كده حطيت لسان العصفور، لسان العصفور اتحمص مكان السي فود، ما نضفتش الحله، ما حطيتش حله تانية، علشان حاجتين. اولا الفكره بتاعت يوم السبت ان احنا نعمل الطبخه كلها في طاسه واحده او في حله واحده، ده اول هام. تاني هام ان الطعم نفسه في الطاسه، فانا مش عايز اجيب طاسه تانية، لا عايز طعم السي فود، قطع السي فود الصغيره اللي لزقت عايز تكون تفضل موجوده جوه الطاسه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا كده خلاص حطيت، بعد ما حطيت لسان العصفور حطيت الكرفس، حطيت الثوم، وحطيت الجزر، قلبت، حطيت كمان الليمون. انا محتاج ان انا اسيبها على النار لغايه ما تبتدي تتشرب. بعد ما تتشرب هحط عليها السي فود اللي مستوي بنسبه 90%، هيقعد في الحله دي لمده 4-5 دقائق بالكتير جدا قبل ما نغرف. طيب كده الوصفه الاولانيه احنا خلاص عملناها، هنسيبها بس تتشرب شويه وبعد كده هنوطي عليها. دلوقتي هقول لحضراتكم مقادير الوصفه الثانيه. خالد انت محتاج تاخد فاصل امتى؟ ما سمعتكش يا خالد. طيب ممكن ناخد تليفون ونطلع فاصل. يا استاذه شيرين ازاي حضرتك؟ الو، ازيك يا شريف؟ الحمد لله، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الف مبروك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك. حضرتك بتكلمينا منين؟ انا بدري جدا، انا من القاهره. من القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك. انا بكلم تبعك من ساعه شريف، ومستنيه ابارك لك على البرنامج بمنتهى يعني، مستنيه على الفيسبوك وعلى صفحتك ومتابعاك، يعني ما عندكش فكره بحبك جدا. ربنا يخليك ليا يا رب. طب بقول لك ايه؟ اتفضل قولي لنا انت بتحبي اكلات ايه بالظبط؟ قولي لنا ايه المطبخ او المطبخ هل مثلا بتحبي الاكل المصري، الايطالي، الفرنسي، الاكل الشعبي، البلدي، اكل الشارع؟ احنا عاملين
توليفه مختلفه من الحاجات دي. قولي لنا على حاجه انت بتحبيها ونعملها لك في حلقه من الحلقات. انا كنت عايز اسالك على الاكل الصحي، اهم حاجه الاكل الصحي. احنا طالعين من العيد يعني، ما عندكش فكره. بصي يا استاذ شيرين، انا عندي وجه حضرتك بتعاني من مرض معين او حاجه معينه؟ لا لا، انا عايزه جدا. بس كنت ده اللي انا عايز اقوله بالظبط. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. الاكل الصحي هو الاكل المتوازن. يعني ايه؟ يعني الانسان محتاج كل القيم الغذائيه وكل العناصر الغذائيه، محتاجينها كلها بس بكميات معينه. يعني انت محتاج دهون بس كميه صغيره، محتاج كربوهيدرات بكميه كبيره، محتاج معادن الموجوده في الخضار والفاكهه بكميات كبيره برضو، محتاج بروتين بكميه متوسطه وهكذا. فاحنا دايما هنبقى بنتكلم لما بنقول هنعمل اكل صحي، فاحنا بنعمل الاكل المتوازن. لكن لو احنا عندنا مرض معين، غير طبعا يوم الجمعه اللي هنبقى مخصصينه للسكر والقلب والضغط والحاجات دي، لو انت عندك مرض معين انا بنصح حضراتكم ان انتوا تستشيروا طبيب متخصص في الطب. انا ازاي ان انا واقف قدام حضراتكم النهارده وبكلمكم وبقول لكم ان انا هعمل اكل صحي متوازن، الكلام ده كله انا عملته ازاي؟ انا درست لمده 3 سنين، في جزء من دراستي كان في مصر، جزء من دراستي كان بره مصر، جزء من دراستي كان خاص بالطبخ، وجزء تاني كان خاص بالتغذيه. فاللي انا بقول لحضراتكم عليه ده انا درسته، مش هقول لحضراتكم على اي معلومه او على اي حاجه انا مش عارفها. فده شيء انا بوعد حضراتكم بيه من البدايه يعني. تمام. استاذه شيرين لسه معانا ولا قفلت؟ طيب هقول مقادير الوصفه الثانيه وناخد فاصل ونرجع نعملها. طيب، مسقعه بالكاليماري، حلوه جدا، جربوها. نص كيلو بتنجان متقطع مكعبات، نص كيلو كاليماري، كوبايه فلفل اخضر، فلفل احمر حامي، كوبايه زيتون اخضر مخلي، 4 معالق صلصه طماطم، كوبايه طماطم مفرومه، نص كوبايه ذره صفراء، نص كوبايه بصل مفروم، ملح وفلفل، روزماري. دلوقتي احنا هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه نعمل المسقعه بالكاليماري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. دلوقتي هنشوف المقادير اللي احنا قلناها لمسقعه الكاليماري ازاي هتتعمل. بس قبل ما نعمل ده تعالوا نبص بصه على لسان العصفور نشوف هو وصل لفين بالظبط. بصوا بقى، لسان العصفور اتشرب بنسبه 90%، يعني لسان العصفور دلوقتي قدامه بالظبط 4-5 دقايق ويكون استوى. انا هنا ممكن احط السي فود اللي انا سويته، علشان زي ما قلنا في البدايه مش عايزين السي فود يبقى مستوي زياده عن اللزوم. طيب انا دلوقتي هحط سي فود، هرجع السي فود مره ثانيه هنا، دي مش محتاجينها خلاص. هخليه فوق على السطح كده وهغطي الحله، احط دي تحت، هغطي الحله وهحتاج ان انا احطها على نار هاديه، مش محتاج ان هي تكون النار عاليه. فهاخدها هنا واحطها هناك، وهاخد الحله دي ارجعها هنا عشان نعمل فيها الشوربه. استاذه الهام من الجيزه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيف شريف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا عندي السكر والضغط. الف سلامة على حضرتك. وعندي التهاب مدمن جيوب انفيه في الرئه، صعب وكده يعني، والسلوانزا دايما بتجيلي. الف سلامة. فانا عايزه اعرف اكلات تفيد التعب اللي دايما بيجيلي مع علاج السكر، لاني باخد طبعا انسولين وكده. الاكلات الدايت بس الاكثر يعني تبقى فعاله اكثر مع علاج السكر والانسولين، فصل الانسولين باخد علاج جديد للسكر والانسولين وكده يعني، بيسبب لي تعب الانفلونزا ده طبعا. في البدايه بس الف سلامه على حضرتك، اتمنى لك الشفاء، اتمنى لك تحافظي على مستوى من سكر الدم مناسب في الرينج الصحي، بحيث ان حضرتك تفضلي بصحه جيده. عايز اقول لحضرتك الحاجه، مريض السكر محتاج سكر في الاكل بتاعه بس كميات صغيره، علشان مستوى السكر في الدم ما ينزلش خالص. لان احنا دلوقتي عندنا مشكلتين، عندنا مشكله ان مستوى السكر في الدم يكون عالي جدا، او ان مستوى السكر يكون قليل جدا. فحضرتك محتاجه تحافظي على مستوى من السكر معين. اللي هيساعد حضرتك في ان حضرتك تعملي كده
هو الدكتور الخاص بتاع حضرتك هيقول لحضرتك ايه الادويه بعد ما يعمل لك تحليل، ويقول لحضرتك ايه الادويه اللي محتاجه تاخديها علشان تحافظي على مستوى السكر في الدم عند حضرتك. انا هقدر اعمل لحضرتك ايه؟ يوم الجمعه ان شاء الله هنعمل لحضرتك اكل خاص بمرضى السكر، اكل يكون متوازن تقدري تاكليه وما ياثرش على مستوى السكر في الدم عند حضرتك، ما يبقاش بيعلي مستوى السكر او ما فيهوش سكريات خالص فبيقلل مستوى السكر، يكون فيه فايبرز، يكون اكل مناسب جدا لمرض حضرتك. وبتمنى لك الشفاء والف سلامه مره ثانيه. طيب استاذ سامح من دمياط. حبيبي سامح. سامح صدقي. سامح صدقي ازيك؟ صاحب سامح صدقي يا جماعه هو صاحب صفحه بالهنا والشفتشي على فيسبوك، واحده من اكبر صفحات الفود بلوجينج. اهلا وسهلا بيك يا سامح، ايه اخبارك؟ انا بص مفيش اي اخبار النهارده غير ان انا قلبي ما بطلش من الصبح دق. يا حبيبي تسلم لي يا رب، تسلم لي. سعيد قوي 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 لان بجد شايف ان كده خلاص يعني بدانا اول خطوه ان احنا نشوف طبخ بجد على التلفزيون، وناس عارفه يعني ايه طبخ ومعلومات هتفيد الناس كلها، ويا رب الناس كلها تركز وتفهم وتشوف كل التفاصيل اللي بين السطور اللي هتفيدهم اكيد في حياتهم وفي كل حاجه في المطبخ، وهيقدروا يبقوا شيفات ويعملوا ريسيبيز لوحدهم من غير اي حاجه، بس يتابعوا كل الكلام اللي حضرتك بتقوله كلمه بكلمه لان ده اثر في حياتي انا شخصيا. يعني يا سامح انا متشكر ليك جدا. سامح يا جماعه زي ما كنت بقول لحضراتكم عنده صفحه على فيسبوك اسمها بالهنا والشفتشي، من اجمل الصفحات اللي بتتكلم عن الاكل، انصحكم بان حضراتكم تتابعوها. شكرا يا سامح، الف شكر. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا سخنت الزيت، حطيت البصل، وبعدين حطيت الكاليماري، بقلب درجة الحرارة متوسطة، الزيت كان بيزقزق، البصل يدوبك بس دبل، انا ما خليتش البصل ياخد لون خالص. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البتنجان، البتنجان ده احنا كنا رشين عليه شوية ملح، شوية ملح مش كتار عشان بس ما يتأكسدش عشان ما يسودش. وبعدين بقية المكونات، ذرة، فلفل رومي، بيوريه طماطم، زيتون، وفلفل حامي. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، احنا تقريبا يعني هنقولها لكم كل حلقه او كل ما تيجي فرصه هنقول لحضراتكم عليها. بيوريه طماطم لما نيجي نحطه على الاكل خلينا نحطه في مرحله التشويح، يعني بلاش نحطه على السائل، خلينا نحطه زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي بيحصل عمليه تشويح، ان الزيت بيتشوح فيه البصل ويتشوح فيه الكاليماري، فانا دلوقتي ممكن ان انا احط بيوريه طماطم. طيب انا ليه بقول لحضراتكم كده؟ انا بقول لكم كده علشان طعم البيوريه ما يبقاش مصنع، يعني البيوريه ياخد من الطعم بتاع الوصفه والوصفه تاخد من طعم البيوريه، فدي حاجه يعني ايه هناخد بالنا منها بعد كده، كل ما نيجي نستخدم بيوريه طماطم هنعمل كده. طيب نقلب. في المرحله دي هبتدي ان انا اتبل. عايز اقول لحضراتكم برضو حاجه مهمه جدا، احنا واحنا ماشيين في الطبخ واحنا بنطبخ هنتبل واحدة واحدة. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز احط كمية الملح وكمية الفلفل كلها اللي انا هحطها في الوصفة، مش عايز احطها كلها مرة واحدة، عايز احطها وانا شغال، يعني تقريبا كأني هتبل كل مكون على حدة. حطيت الملح والفلفل، بقلب. دلوقتي هحط البتنجان. انا ما حمرتش البتنجان ده، ما شويتش البتنجان ده، الوصفة دي لحد ما نايف نايف بس هي طعمها حلو جدا. طيب هعمل ايه؟ هحط البتنجان، صافي بس اطمن انا ما بحطش ميه معاه. استاذ سمر شيف. انا شيف سمر. انا سمر. سمر كمال. ازيك يا سمر؟ اخيرا سمعت حد بيقول لي انا هقلب الصلصه وعايزها تاخد على الطاسه علشان مش عارفه ايه وعشان ايه وعشان ايه. فخوره جدا 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 بيك يا شيف، فخوره ان انا هفتح اتفرج على حد، اقدر اقول لمامتي، اقدر اقول لاختي، اقدر اقول اي حد ست بيت ازاي تسمعي معلومات صح، ما تشوفيش مجرد خامات كتير قدامك على الترابيزه وتقولي حطي وحطي. انا مش بعترض على اي برامج طبخ ومش عايزه اعترض، انا بس انا فخوره بده، فخوره ان انا هلاقي طبخ صح، هلاقي تفاصيل بسيطه. اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه ان شريف لما بيجي يدرب الشيفات هو ده شريف،
هي دي البساطة، ما بيمثلش، بيتكلم ببساطة، بيقول المعلومة ببساطة، ممكن يجيب لك حتة فرخة ملح وفلفل ويعملها لك طعمها مختلف عن أي حد بالبساطة بتاعته. بيقول تفاصيل، دايما يجي يقول أنا الطبخ بالنسبة لي تكنيكس، الطبخ بالنسبة لي حاجات كتير مش خامات، يعني ما نفرحش بالخامات الكتير. نفسي اقول لكم كده كتير كتير، بكون نفسي انزل كده على الفيسبوك، يا جماعه ما تفرحوش بالخامات الكتير، افرحوا باللي يقول الطريقه، افرحوا بترتيب الطريقه، افرحوا بالتفاصيل، هي دي اللي هتخليكم تجيبوا اكله ب 20 جنيه اكتر من اكله ب 100 جنيه. ده مستوى الشغل. مستوى الشخصي بقى، شريف من انضف الشخصيات ان انا وغيري قابلناها في حياتنا. شريف اول لما دخل وسطنا في كان في مجال الشيفات، كلنا في يوم وليله اللي بقى صاحبه واللي بقى اخوه، انا عن نفسي بقى اخويا جدا. فمبروك يا شريف، انت عارف انا ما بعرفش اتكلم في التلفزيونات كده قوي، بس مبروك وفخوره بيك جدا. الف شكر ليك يا سمر. سمر يا جماعه كانت زميلتي في المدرسه اللي انا درست فيها طبخ في مصر هنا، واشتغلنا مع بعض فتره طويله جدا. شكرا ليك يا سمر، الف شكر، واتمنى اكون عند حسن ظنكم كلكم، واتمنى ان انا اكون مش بس بقول كلام محترف او كلام محترم، كمان اكون قريب من قلوب حضراتكم. طيب هفكر حضراتكم مره تانية، انا عملت ايه هنا في المسقعه؟ المسقعه انا حطيت الزيت، الزيت سخن، حطيت البصل، بعد كده حطيت الكاليماري، قلبت كويس. في مرحله التشويح دي حطيت بيوريه طماطم، حطيت صلصه الطماطم، قلبت كويس، وبعدين حطيت البتنجان اللي انا كنت حاطط عليه شويه ملح وكان متقطع مكعبات. بعد كده حطيت الزيتون المخلي، زيتون مخلل المخلي، حطيت ذره صفراء، حطيت روزماري، حطيت فلفل اخضر، حطيت الطماطم. محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقلب تقليبه. استاذه اسماء من القاهره، أنا شريف، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذه اسماء، عامله ايه؟ انا فرحانه جدا، مبروك مبروك على البرنامج، انا فرحانه جدا بيك بصراحه. الله يبارك فيكي. بصي يا شريف، انا عندي مشكله في البيتزا، عايزه طريقه البيتزا منك. طريقه البيتزا؟ طيب حلو قوي. بصي انا هعمل لحضرتك البيتزا في يوم الاكل الدولي. البيتزا هي عجينه بسيطه خالص، عجينه مش محتاجه تعقيد. في نوعين في الحقيقه من البيتزا، في عجينه بيقولوا عليها العجينه الايطاليان الايطالي، وفي عجينه امريكان، في عجينه طريه وفي عجينه ناشفه. من العجاين دي كمان في عجينه رفيعه، في عجينه بان تخينه، وفي عجينه متوسطه. فانا في حلقه من الحلقات هقول لحضرتك على كل الطرق اللي تقدري تعملي بيها البيتزا. شكرا يا شريف، شكرا. الف شكر ليكي، نورتينا. استاذه شيرين من المنصور. استاذه نيفين، سوري، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بحب ابارك لحضرتك شيف شريف على البرنامج، وبجد بدايه موفقه جدا، واختيار حضرتك للاكل باذن الله يكون موفق جدا، واتمنى لك كل خير ان شاء الله في البرنامج. انا بشكر حضرتك جدا. ميرسي جدا، وربنا معاك يا رب ومنورنا دايما. شكرا استاذه نيفين على اتصالك. ميرسي جدا، ربنا يخليك. طيب انا دلوقتي حطيت ميه على المسقعه. ايه اللي انا محتاجه بقى دلوقتي؟ انا محتاجها تغلي كويس. بعد ما تغلي كويس انا هغطيها فويل واسيبها تستوي. عايز اقول لكم بقى مقادير الوصفه الثالثه، وهي شوربه البطاطس بالجمبري، او شوربه الجمبري بالبطاطس. الشوربه دي سهله جدا، الشوربه دي مش صعب ان احنا نعملها، غير معقده تماما. برضو عايزين ناخد بالنا فيها ان احنا مش عايزين الجمبري يستوي زياده عن اللزوم، عايزين الجمبري يبقى مستوي السوى الصح، لان الجمبري لما بيستوي زياده بيبقى بيقرمش قوي وبيبقى عامل زي الكاوتش كده. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي تماما، احنا عايزينه يكون مستوي السوى المظبوط اللي المفروض ان هو يستوي. خلينا نشوف المقادير بتاعتها ونخش على الوصف على طول. طيب مقادير شوربه الجمبري بالبطاطس: نص كيلو جمبري متوسط الحجم، لو عندنا صغير ممكن نستخدم صغير، معلقتين زيت، بصله مفرومه، كوبايه لبن، كوبايه كريمه، كوبايه مكعبات بطاطس، نص كوبايه ذره، عود روزماري، ملح وفلفل، اوراق شبت، وعودين كرفس مفرومين. يلا نشوف ازاي هنحول ده لشوربه، ازاي هنحول المكونات دي لشوربه. انا اول حاجه عملتها هي ان انا سخنت الحله جدا، زي ما عملت كده وانا بعمل لسان العصفور. اول حاجه عملتها انا سخنت الحله جدا، بتاكد ان هي سخنه، سخنه جدا. هجيب حاجه اقلب بيها، اجيب ده كمان. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني ناخد دي كمان.
اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط كميه من الزيت. انا بحتاج زيت نباتي، زيت نباتي ممكن حضراتكم تحطوا زيت ذره، زيت عباد شمس، زيت زيتون، اي نوع من انواع الزيوت النباتيه اللي عندنا. نحط الزيت، شايفين هو الحله سخنه لدرجه ان احنا اول ما بنحط الزيت بيبتدي يبخر، مش هنسيبها تبخر كتير، فعلشان كده على طول هحط الجمبري واحطه، مش عايز احطهم كلهم على بعض. احنا لما بنحط الحاجات كلها على بعض درجه حراره الحله او الطاسه بتنزل، فما بيحصلش عمليه تشويح، خلاص تحس ان كده ايه الاكل بيتسلق. بصوا يا جماعه، هو ده النفس، النفس هو تكنيك احنا بنعمله من غير ما نكون عارفين احنا بنعمله ليه، بس هو ده النفس. استاذه مي من القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ انا تمام، انا بس متصله ابارك لك. لك الف حضرتك. مبروك. منور الشاشه، وانا كمان متابعاك من كوري، كنت متاكده انت لازم اليك بروجرام لوحدك. الله يبارك فيك. بس تطلع بارت صغير او تطلع كذا سكشن في بروجرام. يا رب. واشكر شريف ان اتعرفت عليك. الف مبروك. تسلمي، الف شكر ليكي يا استاذه مي. طيب انا دلوقتي هحط على الجمبري ملح وفلفل. حطيت ملح، هحط فلفل اسود، يبقى انا كده سخنت الطاسه جدا. حطيت الجمبري، حطيت ملح وفلفل وقلبت. طيب ايه هي علامه ان الجمبري بدا يستوي؟ الجمبري لما بيبدا يستوي بيتحول اللون بتاعه من اللون الاوف وايت او الابيض للون البرتقاني. فاول ما ابتدي احس ان هو بدا يدخل على اللون البرتقاني هقلب تقلبتين بس، مش هطول، وهجيب حاجه هطلع فيها الجمبري ده، علشان انا مش عايز في النهايه ابقى بعمل شوربه جمبري بس الجمبري اللي جواها بيشد، انا عايزه طري وبيتاكل بسهوله جدا. فده اللي انا هعمله دلوقتي. انا دلوقتي هجيب طبق وهرجع اطلع الجمبري اللي انا عملته احطه في الطبق ده واكمل مكونات الشوربه. جيب طبق واجي لحضراتكم حالا. تمام. مسقعه بتغلي اهي دلوقتي، نغطيها حالا. تعالوا بس ناخد الجمبري ده قبل ما يبقى مستوي زياده عن اللزوم. حضرتك خدتوا بالكم انا ما سبتوش على النار 3 دقايق، اقل من 3 دقايق بالظبط. شايفين؟ سوري يا روبا تاني. استاذه سلوى اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا بحب ابارك لحضرتك على البرنامج الجديد. الله يبارك فيكي. واتمنى لك حظ سعيد، بس انا ليا عتاب صغير. طبعا. يا ريت الناس اللي بتقول نطبخ صح ونعمل كلام صح، في ناس كويس كتير يا جماعه، ومش معنى ان حضرتك كويس يبقى الباقي وحشين. بس اللي انا بتكلم حضرتك جدا يا استاذه سلوى، مش معنى ان احنا بنعمل حاجه صح ان مفيش حد بيعمل صح حاجه صح غيرنا، الكلام ده صح بنسبه 100%، وبعتذر لحضرتك لو كان الكلام ده ضايقك. اتمنى تتابعينا وتقولي لنا دايما رايك. ما عشان اتابعك لازم احس ان انا مش حضرتك بس اللي صح، في ناس كتير كويسين وناس ربنا يوفقك وكمان يوصلك للمراتب الكويسه اللي هم وصلوا لها. تمام، الف شكر لحضرتك، واتمنى ان الاحساس ده يوصل لك وما تبقيش حاسه ان احنا يعني احنا انا ما قلتش كده في الحقيقه، ولو كان ده وصل لحضرتك عن غير قصد فانا بعتذر لك على اساس. كمل تقليب. انا كده عملت ايه؟ مكان انا شلت الجمبري، مكان الجمبري ده انا حطيت البصل وحطيت البطاطس في نفس الحله في نفس الطاسه، انا بس زودت شويه زيت. طيب هعمل ايه تاني؟ هحط دلوقتي الذره وهقلب. نستمر في التقليب وهحط الكرفس. هقول مره تانيه انا حطيت ايه؟ انا حطيت بصل، حطيت بطاطس، حطيت ذره صفراء، حطيت كرفس وبقلب. شايفين بقى اللون اللي تحت ده؟ انا مش عارف انتوا شايفينه من الدخان او لا، لكن اللون اللي تحت ده هو ده الطعم، هو ده الطعم اللي احنا مش عايزين نضيعه، فهنحط له دلوقتي سائل وهنبتدي نحرك المعلقه كده علشان الطعم ده يطلع. ده الفرق ما بين الاكل المسبك الحلو والاكل النايف ناي اللي بيبقى طعمه مش مركز او مش قوي قوي. طيب استمر في التقليب
دلوقتي هحط اللبن، هحط دلوقتي اللبن. بعد ما بحط اللبن بقلب بالمعلقة. المرحلة دي مهمة جدا، أنا بقلب بالمعلقة عشان أطلع الطعم اللي لازق في الحلة من تحت. استمر في التقليب. أنا دلوقتي كده محتاج إن أنا أتبل بالملح والفلفل. نحط ملح، نحط فلفل أسود. ونقلب مرة كمان. هحط بقى دلوقتي عود من روزماري. روزماري زمان أول ما كنا نستخدمه في المطابخ كان مكون غير معروف وكان غالي شوية ومش موجود في كل الأماكن. دلوقتي خلاص حضراتكم لو رحتوا أي سوق أو أي سوبر ماركت أو حتى مش سوبر ماركت، لو سوق عادي هتلاقوا روزماري موجود. حطيت روزماري. ممكن تاني يا روبا ما سمعتكيش؟ أستاذة أم مازن. اتفضلي يا أستاذة أم مازن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا شيف، ألف مبروك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك يا رب. أنا بهنيك والله ومش عارفة أقول لك إيه، يعني أنا فرحانة قوي. أنا متشكر ليكي جدا، ألف شكر لحضرتك. الله يخليك. بس عايزة أعرف حاجة بس. أنت منورنا طبعا وكل حاجة، بس أعرف بس الشيف علاء ما يعني خلاص كده ولا إيه؟ بصي، هو الشيف علاء التعاقد بتاعه مع قناة النهار انتهى، تمام؟ وأكيد بس حضرتك. أنا أنت منورنا، بس أنا بس حبيت أفهم هو في حاجة حصلت ولا لا حاجة؟ لا حضرتك لو مش متابعة الفيسبوك، شيف علاء كان موجود هنا مع إدارة قناة النهار وكانوا عاملين احتفال بانتهاء التعاقد، وان شيف علاء هينتقل لقناة أخرى، فالمواضيع ما فيهاش أي شيء سيء تماما يعني. أنا عشان مش متابعة فيسبوك وكده عشان الولاد فقلت أفهم من حضرتك. لا منورنا طبعا يا شيف. الله يبارك في حضرتك يا فندم، ألف شكر لحضرتك. طيب أنا دلوقتي هحط نص كمية الشبت على الشوربة، والجمبري لسه اهو مش هحطه دلوقتي خليه هنا. هنطلع فاصل ونرجع نشوف هنغرف ازاي الاكل ونشوف هنكمل ازاي. هاخد فاصل وارجع لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما كنا حطينا الشوربه على النار. تعالوا نبص عليها بصه. البطاطس مع اللبن مع البصل والذره والروزماري وكميه من الشبت. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي هحط الكريمه، تمام؟ وبعد ما احط الكريمه هحط الجمبري اللي احنا كنا مسويينه 3 ارباع تسويه، مش تسويه كامله، لان احنا في النهايه مش عايزين هو يكون مستوي زياده عن اللزوم. هحطه لمدة قد ايه؟ لمدة دقيقتين بس. الجمبري ما بياخدش وقت تماما في التسوية، تسوية الجمبري سهلة جدا وسريعة جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هقلب تقليبة هنا وهغطي لمدة دقيقتين. ابتدى هنا. المسقعة احنا غطينا عليها، مسقعة الكاليماري، غطينا على المسقعة. ولسان العصفور خلاص استوى. لسان العصفور بالسي فود، بسله وجزر كمان معاه. طيب ايه اللي هعمله بقى دلوقتي؟ ان انا هاخد ده هنا عشان نغرف. دي بقى ممكن تاني يا ربع ما سمعتش. استاذه بسنت. استاذه بسنت اهلا وسهلا بحضرتك. الو. ايوه بسنت الزيتوني. بسنت الزيتوني ازيك؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ منور يا شريف، منور. ده حضرتك اخبارك ايه يا بسنت؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. فرحانه بقناة النهار انها دايما بتجيب لنا شتات كويسين وممتازين، وفرحانه ان انت عملت الخطوه دي. وانا انا انا بصراحه اشتغلت انت عارف برامج كتيره ليها علاقه بالطبخ، بس لما شفت بقى الاسبوع بتاعك انبهرت وحسيت ان احنا عندنا تفكير ودماغ وتنسيق بتوازي القنوات العالميه. يعني دي حتة أنا عايزة أحييك وأحيي فريق الإعداد اللي معاك. أنا متشكر جدا يا فسانت. بص، هو كلامكم ده بيحط عليا مسؤولية، بيحط عليا مش هقول عبء، بس بيحط عليا مسؤولية كبيرة في إن أنا أطلع قدام حضراتكم، إن أنا أقدم لكم حاجات على قدر المستوى ده. متشكر جدا يا فسانت بجد.
طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي خلاص هغرف الاكل كده استوى، فانا كده خلاص اجيب بس كده ايه منديل ننضف حوالينا ونغرف على طول. خلينا نبتدي بالشوربه. الشوربه كده استوت بنسبه 100%. طيب هعمل ايه؟ هجيب الشوربه. عايز اقول لكم بقى ان الطعم الكريمي بتاع البطاطس، استاذه سمر من اسكندريه اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. مبروك الاول. الله يبارك في حضرتك. هو بس كان ليا عتاب على اتيتيود الشعب نوعا ما. اتيتيود الشعب؟ كنت بحب بس ان الناس لما تيجي تتكلم ما تغلطش في الناس اللي قبلها، يعني تمام. لو بيتكلموا بيشكروه وبيباركوا لحضرتك، ما يتكلموش بالغيب عن حد تاني. هو في حد اتكلم بالغيب عن حد تاني؟ لا، يعني اغلب التليفونات كلها كويس ان احنا بنشوف طبخ صح، لاول مره بنشوف طبخ صح. فليه دايما لما بيبقى في حد شاطر بننسى اللي قبليه؟ يعني ده بيبقى ظلم ليك على فكره وظلم للي قبلك، لان انت بتشيل يعني مسؤوليه كبيره او فوق طاقتك. طيب انا بحترم كلام حضرتك جدا، وانا عمري ما قلت كده ولا عمري هقول كده بنفسي. لا انا بتكلم عليك خالص. انا الناس، انا بتكلم ان الاتيتيود ده اتيتيود شعب، يعني دايما بنتكلم عن اللي قبلينا بننسى كل اللي هم عملوه وبنتكلم بنحط مسؤوليه على الجديد. لا ده اللي بيبقى في صالح الجديد ولا بيبقى تقديرا لحق القديم. بس انا عايز اقول حاجه لحضرتك، بتستفزني صراحه طول البرنامج. اتفضل. طيب شكرا جدا لتليفونك. مبدئيا انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، وجهه نظري انا الشخصيه علشان بس يعني اوضحها لحضرتك، ان انا شايف ان اختلاف الناس ده عباره عن نوع من انواع التكامل. يعني ايه؟ يعني احنا اصلا مختلفين عن بعض، فانا طريقتي واسلوبي وطريقه طبخي قد تتناسب مع فئه من الناس، في نفس الوقت محتاجين شيف تاني بشكل اخر باسلوب اخر بستايل اخر بتكنيك اخر عشان يتناسب مع جزء اخر من الناس. فمفيش اي مشكله في الاختلاف، مفيش مشكله ان انا ابقى مختلف عن شيف تاني وشيف تاني يكون مختلف عني تماما. انا بحترم جميع الشيفات اللي شغالين في المجال ده سواء في الميديا او في غير الميديا. طيب انا عملت ايه؟ خلاص انا كده غرفت الشوربه، هغرف المسقعه. هتعالوا نجيب حاجه نغرف بيها. تمام، انا دلوقتي هغرف المسقعه. المسقعه دي مسقعه ني في ني، مش متسبكه، ومعموله في طاسه واحده او في حله واحده، ومعموله بالكاليماري. فدي مش مسقعه معتاده. المسقعه المعتاده احنا بنحطها في الفرن تبقى مسبكه شويه عن كده، وبتبقى الصلصه بتاعتها اتقل من كده. انا بس بقول لحضراتكم عشان اللي ما كانش متابعنا من اول الحلقه واللي ما كانش واخد باله ان الريسيبي دي احنا عاملينها للناس اللي ما عندهاش وقت، واللي عايزه تعمل الريسيبي دي في وقت صغير وتستفيد بان هي في وقت صغير تطلع اكل حلو. زي ما حضراتكم شايفين عملنا مسقعه في ربع ساعه، عملنا شوربة سي فود في وقت قليل جدا، وكمان عملنا لسان العصفور بالسي فود برضه في وقت صغير جدا. طيب هنغرف لسان العصفور بالسي فود، نرجع بس دول ورا. نجيب حاجة نغرف بيها، ده حلو ده. نغرف. التوليفة بتاعت لسان العصفور مع قطع الكاليماري وقطع الكابوريا، الأكل فيه مصمصة، يعني هو مش أكل سالك، مش هينفع ناكله بالشوكة والسكينة، ده هيتاكل بالمعلقة وهنمسك الكابوريا بإيدينا وهنمصمص ونتمزج كده. طيب خلاص دي آخر قطعة هنحطها. طيب أحط دوت هنا. طب دي كانت السفرة بتاعت النهاردة، عملنا فيها كاليماري بالمسقعة، أو بمعنى أصح مسقعة بالكاليماري، عملنا فيها شوربة جمبري بالبطاطس، عملت كمان لسان عصفور بالسي فود المشكل. بكرة الحلقة حلوة جدا لازم تتابعوها، هنعمل أكل مصري بس يعني متدلع شوية كده. أتمنى أكون النهاردة كنت ضيف خفيف على قلوب حضراتكم، أتمنى أن أكون فدتكم، وأتمنى أن حضراتكم تتابعونا من خلال صفحتنا على فيسبوك وتتواصلوا معنا دايما. شكرا لحضراتكم.